ارتكاك في حارس المرمى داخل منطقة الجزاء، لذلك الحكم أشار على وجود خطأ وضربة حرة مباشرة. حكم المباراة لحتى الآن يسيطر على أجواء هذا النهائي الذي يحضر أكثر من 50,000 متفرج في ملعب خمسة جويليا. جول جول جول! يتقدمون ويبحثون عن البطولة الخامسة. الكناري يطيرون لكي يفرحون. ما هذا يا سادة؟ شبيبة تمتع كالعادة. ما هذا يا سادة؟ الشبيبة تبدع كالعادة. الأخضر سجل عن طريق الرجل الأخضر ليفرح الجمهور الأخضر، وتتساقط الأوراق الصفراء. هنا هدف المباراة الأول يسجل في هذه اللحظات بخطأ من المدافع غربي، بينما هنا الخطأ الأكبر الذي يأتي من حارس المرمى دوخة واستلام بشكل ممتاز. هنا هدف المباراة الأول يسجل في هذه اللحظات. هدف المباراة الأول يسجل في هذه اللحظات عن طريق اللاعب اللي واضح أمامنا، اللاعب لدرع. هدف المباراة الأول 1-0 شبيبة القبائل من خطأ لا يغتفر.